المشاركة الأولى هي لمركز قياس يوضح آلية عمل أجهزة تصحيح الاختبارات. نشاهد. تصحيح الاختبارات وسريتها أمر في غاية الأهمية لضمان نجاحها والحفاظ على ما اكتسبته من تقدير واحترام، وهي عملية بالغة الدقة والانضباط، إذ يتم تجميع أوراق الاختبارات من 300 مركز منتشر في أرجاء المملكة لتدخل في نظام لحساب الدرجات والتقديرات بالحاسب الآلي، وبعدئذ يتم تصحيح عينة من الاختبارات على يد نخبة من التربويين المؤهلين لضمان تطبيق المعايير.